ناس عايزين عيل كام شهر، سنة بالكتير عشان يبقى ابنهم، وده له أب مش هياكل معاه. والله استني بس يا ولية. يا خسارة المشوار اللي ده في بيته. وأنا هعمل إيه في الواد ده؟ شغله معاه. يساعدك ويشيل عنك، وآخر الليل يروح معاك ينضف لك البيت، يونسك. أعمله ابنك ده أنت مقطوع من شجرة. نهارك مزبهل لك يا كابوس. ايه الخيرات دي كلها يا فارس؟ بلا خيرات بلا جزرات مالكش فيه. طب ليه اللون ده معاه يا فارس؟ يا واد ده انا اللي مربيك وخير عليك. خيرك على مين يا كابوس؟ شكلك نسيت اللي عملته فيا. عملت فيك ايه يا اخويا؟ ما كبرتك اهو بقيت بغل قد الدنيا. وعزة جلالة الله زينهم يا كابوس، لولا العيبة وسنك الكبير ما كنت رحمتك. بس مش فارس الجن اللي يفتري على حد مسن. أبلوك فيري تشيب جود رايد. أبلوك فيري تشيب جود رايد يا سينيور. أنت هلا. أبلوك فيري تشيب جود رايد. هاي ويلكم. هاي. You speak English? Yes. اسمك إيه؟ تانيا. تانيا yes. This ملكة إيفرتيتي. عندما تحرشوا بها في المعبد. What is this harsh? حرش يا بنت الحرش. صباح الخير يا مسلم. What is this? ما تخافيش ده ماي سن ابني. اصل المصريين بيخلفوا اسود مش خرفان. كده برضه هجيب لي طفشت الخواجايه. يا عم ما السياحه مضروبه خلقه، وبعدين دي روسيه مش لاقيه تاكل. المهم محوش كام لحد دلوقتي؟ معايا 400 جنيه. عايزين نكملهم 500. بعون الله في ظرف ساعتين يكملوا 500. يلا بينا قبل ما الحكومه تهل. يلا بينا. قرب قرب قرب. يلا 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 يا خواجه. يلا يا خواجات. يلا يا خواجايه. يلا يا خواجايه. يلا يا سايحه. يلا يا سايحه يا بنت السايحه. يلا يا جماعه الصوره ب 2 دولار. صور على الادب ب 10 دولار. 10 دولار. 10 دولار. ايه ايه ايه. 10 دولار. 10 دولار. على الادب. ايه ايه ايه. كتير كتير. ايه ايه. بص يا ابني هنا. شكيت لك يا سيدي تعالى اشتري. اوكي اوكي اعمل زي سيبو قلب احمد عز. يلا يا خواجات. يلا يا خواجات. يلا يا خواجات. قرب قرب قرب. 10 دولار يا خواجات. 10 دولار 10 دولار. على الاقل نحضر مولع. 10 دولار 10 دولار يا خواجات. عربيتي انا قدام عينيكم ما تعرفوش يمسكوه. ايه اتشنيتوا؟ امشي انت يا رجل. يا باشا سعادتك انا عارف ان الموبايل ده عليه حاجات مهمه كتير وما ينفعش ان اي حد تاني يشوفها، عشان كده انا لخصت وصورته. اتفضل سعادتك. الواد ده لازم تجيبوه بسرعه عشان نعرف ايه حكايته. لو في بطن امه هجيب. بعتلي صورته على الموبايل. ايوه انتوا عارف. ماشي حاضر من عينينا. هي يعني الدنيا طارت؟ وبعدين يا عالم الرحمه شويه، هو انتوا مش لسه لاسعين فلوس قد كده من كام يوم؟ ولا هو يعني الفقير في البلد دي يموت؟ الفقير تدخلوه مستشفى حكومه. شلها يا حكومه. هو احنا يا اخويا كنا لقينا مكان عند الحكومه وقلنا لا. بقول لك ايه، لو الفلوس ما اتدفعتش دلوقتي حالا انا بقى مضطر اقول لكم مع السلامه. هو ايه ده اللي مع السلامه؟ هو احنا جايين هنا نصيف؟ طب وديني وايماني ومع اللي هيحرك امي خطوه واحده من على سريرها لاكون منسله الشبشب. استني يا بت، مبدئيا فخامتك دي بقت فلوسك وده حقك، لكن تزعق لخطيبتي ده مش من حقك ومش رجوله على فكره. وعليا النعمه من نعمه ربي لو اتكرري التاني لو ولع لكم في المستشفى واخلي الاسعاف تطلب المطافي. حضر لنا وصل.
يلا يا بت. تسيب لي اديني واحده من بتاعتي خلينا محصل لواد ولا بيت. الف سلام عليك يا ام صفيه. الله يسلمك يا حبيبي. اللي انت كنت مختفي فين من ليله امبارح؟ مش تبطل عط بقى؟ انا بتعط برضه يا بت، ده انا ما عنديش وقت استحمى. كنت بدبر فلوس المستشفى. طب خد بالي ريقك. والله ما عارف اقول لك ايه يا فارس، انا عمري ما هنسى وقفتك معانا. جرايه يا بت، انت ليك في مصافيه اكتر مني ولا ايه؟ ما همك زي ما همي، وبعدين ايه الجديد؟ ما انا طول عمري خيري عليكم. لو النبي ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا فارس. انما قول لي يا ابني، انت جبت الفلوس دي منين؟ ما تشيليش هم انت يا مصافيه، خروجي بالسلامه وفداك الدنيا باللي فيها. والله لولا الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد المحيطه كان زماني دلوقتي بعالجك في المانيا. طب خد يا فارس، انت نسيت المصحف معايا وانا عارفك ما تحبش تمشي من غيره. بقول لك ايه، هو انت في حاجه مخبيها عليا؟ انا مخبي عليك ايه؟ مخبي ولا مبين؟ كل الحكايه بس ان انا ما نمتش بقالي يومين جعانهم والله. خد حط لي ده في الزيب في ليزر. يا حبيبي يا ابني، ده باين زينهم مجوع. خد يا رؤية اديله يا حبيبتي السندوتش ده. يلا. اثبت ياه، مكانك مش هنا، اشتغل شغلتك واحنا نمولك. يلا قوم ياه. يلا ياه. يلا ياه. عشان عدها لك يا فارس. يلا ياه، الرجوله ملهاش قطع غيار. يلا يا عم انت اهو اتكل على الله. يلا يا عم الحاج عليك، عايزينك اتكل على الله. يلا 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 يا عم انت اهو. عاش يا فارس يا جاني. بلا عاش بلا معاش، ما انت طول ما انت رايحه جايه مش عارفه انت رايحه فين، الكبير والصغير هيعكسك وتجيب لي المشاكل. ما تتكش قوي كده بس وتستقوا عليا. طب يلا شوف انت رايحه فين. طب هشوفك بالليل. ربنا يسهل. ماشي سلام. تعملها كام الدبله دي؟ اه ايه اللي حيشني اقول لك يا امه؟ ايه يا فارس؟ لا تقولي لي ان رؤيه زي اختك. امال هي ايه يا واد؟ زي اختي اه، بس نفسي في الاخر تطلع بنت عمي. ولا هي ملكه ديلك؟ طب اشرب الشاي. طب اشرب الشاي، احلى طب اشرب الشاي في الدنيا. يا فارس خلي المصحف ده معاك علشان يحفظك. احلى هديه في الدنيا يا مصطفى، ربنا يخليك لينا. طب احنا هنستاذن احنا بقى عشان نلحق. فارس خلي بالك منها. ما تخافيش يا ملكة ملوك مصر الوسطى، في عيني من جوه.